السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامجكم في الموعد. اليوم حلقة جديدة، موضوع أيضا جديد، ونحن نتكلم عن كل الموضوعات اللي هي في سودان جديد، سودان الغد، كيف نتلافى بسودانية في ظل التنوع الكبير الحاصل من خلال الثقافات المختلفة، وأيضا من خلال الإيقاعات المختلفة اللي كلنا بنشاهدها وعارفينها. واليوم نحن معنا متخصص موسيقار ملقب أيضا بالدكتور، يعني نقول الدكتوراه فخرية، هي من محبي الموسيقى السودانية. برحب بك الأستاذ محمد حامد جوار، برحب بك كثير، مساء الخير. مرحب بك أستاذة رشا، مرحب بالإخوة في قناة الشروق، مرحب بجمهور الشروق العريض، مرحب بكم. مرحب بك كثير. بدنا نقول اتحاد المهن الموسيقية هو المسؤول من الجانب ده. نعم. أولا بالنسبة للموسيقى هي واحدة من مكونات المجتمع بشكل عام، يعني وبتصاحبه في كل مراحله، يعني من النشأة في الدندنة، وبعد ذاك في 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 الحياة العامة، إن كان على مستوى الحصاد والمسير والأفراح والأطراح، فبتبقى هي جزء من رئيسي، وفي نفس الوقت يعني لا يمكن يعني 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 التخلي عنه أو الابتعاد عنه. كويس. التطوير بأي حال من الأحوال، التطوير بيعتمد أول حاجة، يعني يفترض هي المسؤولة الأول بأنها توفر الخبراء المتخصصين، بأنها تفتح كل المجالات، بأنها يعني توفر المناخ الملائم، بأنها تعرض الثقافات المتنوعة المتعددة بنسب ثابتة، يعني ما تأثر ثقافة على أخرى، ما تركز على ثقافات معينة وتلغي ثقافات أخرى، لأن هي في النهاية كلها بتمثل الثقافات السودانية. حتى من بعد ذاك بيجي دور المنتج، المنتج اللي هو الزول المبدع، ما هو في النهاية داير رعاية وداير تتعرف على المواهب وتثقلها، إن كان بالدراسة إن كان يكون يتقبلها او يستحسنها يعني. ايوه. فبالتالي مهم جدا انه يعني ما ينتج وبشكل جيد وعلى حسب الخبراء الموجودين، اما على اساس انه العمل الفلاني بيمثل الثقافه والارث السوداني او جزء من 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 المكونات دي، مهم جدا انه يتعرض على العالم بدون يعني رتوش تأثر على الفهم بتاع المنتج، أو تأثر على قيمة العمل من ناحية انتمائه للجهة المعينة. الاتحاد تابع للدولة ولا بتفصله؟ المجلس الاتحاد ده ما هو إدارة نشاط، لكن أنا أفتكر إنه المجلس مجلس المهن تحديدا، واللي هو أنا بعتقد إنه عنده صلاحيات، يعني أنا أفتكر إنه مجلس المهن عنده صلاحيات واسعة جدا، وعنده لجان، إن كان على مستوى يعني المهرجان والمهرجانات طبعا عندها يعني الثقل بتاع في التطوير والإنتاج الجيد والإنتاج الجديد والإنتاج المعافى. المهرجانات ده محور كبير جدا، ودور الدولة برضو مهم جدا. لما نتكلم عن مهرجانات، شفنا في أعوام سابقة بيكون في استعداد لمهرجان بالشهور الطويلة، وفي أيام أخيرة بيتم ولا نرى طحنا يعني المهرجانات بتتلغي. فحنجي نشوف الحاصل شنو فيها، وكيف نحن ممكن نساعد بعض كلنا في انه الموسيقى دي تصل للاخر، لانه دهم لكل شخص وكل مواطن سوداني، لانه واحد من هموم المواطن ايضا يعني بتعبر عنه. حنطلع من هدي حياتنا اخترت غيرها، كيف حياتنا اخترت غيرها، فيها احلامنا وكلامنا، فيها
تغطي الصورة صورة. اهلي فيه جديد ردت من حاجات بمولة ولا لك كبير بأماني بينما قاعد في طولة اهلي فيه جديد ردت من حاجات بمولة ولا لك كبير بأماني بينما قاعد في طولة بتندم الليالي القاسي مولا الصحيح راقي ومهندم قلبي بكي بليد عيونه هل عرفته ما بتندم الليالي القاسي مولا والأصل ما بيبقى صورة هل صحيح راقي ومهندم هل ببكير ريد عيونه تطور من الموسيقى السودانية. نعم. فشنو كان الحاصل في السنوات الماضية؟ انتم موجودين في عالم الموسيقى طبعا ادرى وعارفين كل التفاصيل يعني. نعم. اولا والله انا صراحة يعني بالنسبة للجيل، الجيل الحالي الواحد بتحسر او بتأسف في انه ما لقى الاهتمام المناسب والاهتمام بحيث انه يخليه ينتج في جو صحي. للاتي لانه يعني يمكن في مجال الغناء والموسيقى تحديدا كانت الاشياء كلها موجهه توجيه يعني يمكن يكون اقرب لتوجيه في اتجاه محدد. يعني ما في حريه الانطلاق، حريه انه الزول يبدع كما شاء، لانه الفنان هو الجهه اللي بتعبر عن الواقع وعن المجتمع وعن يعني احواله كلها يعني. فبالتالي كان كثير جدا من الفنانين المبدعين حقيقي واللي بيحاولوا انه يقدموا انتاج بيحكس عن الواقع، مهم جدا انه الفنان يحكس عن الواقع صحيح. بتاعه لانه دي الحته الوحيده اللي بيتعامل فيها بصدق. والصدق ده اكيد هو يعني بيقود لانه يعني بيعبر عن المرحله، بيعبر عن
كبير ده بالنسبه للناس اللي اجتهادات شخصيه وطبعا ده يفترض دي تكون مسؤوليه الدوله انه الانتاج الجديد لكل الفئات يعني مثلا شنو الوزاره يعني وزاره الثقافه ولا المجلس ولا شو تحديدا وزاره الثقافه المجلس ما هو جهه تنظيميه الجهه التنظيميه هو ذات بيتلقى الاوامر وبيتلقى التوجيهات لا هو ما بيتلقى الاوامر هو بيضع الخطط هو بيضع الخطط كويس لكن بالنسبه للوزاره ان كان على مستوى المهرجان بالنسبه للاعلام على اساس انه يقدم كل ما يعني
مرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان. نتواصل معكم في الموعد مع الأستاذ الموسيقار محمد حامد جوار. برحب بك مرة ثانية. مرحبا الله يبارك. ونحن نتكلم عن الموسيقى السودانية وتطوير الموسيقى السودانية في ظل التنوع الإيقاعات المختلفة وأيضا الثقافات المختلفة، وتلمسنا عدد من المحاور المهمة اللي عندها علاقة بمسؤولية الدولة اتجاه تطوير الموسيقى. لما نتكلم عن الآلات أو الفرقة القومية للآلات الشعبية، واحدة ممكن تكون من المنافذ لتوصيل الأغنية السودانية أو الموسيقى. كل آلة عندها أسلوبها وعندها الطقس بتاعها وعندها يعني المناسبة حقتها. صحيح. فكونوا كلهم نجمعهم عشان نغني أغنية واحدة، أنا أفتكر إن الحاجة دي ذاتها فيها 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 مزج غير سليم للآتي، لأنه الآلة المعينة زي ما ذكرتها هي بتاعت ظروف محددة، بتاع الطقس، بتاع أسلوب، بتاع غنى، بتاع لغة محددة. ده في ظل التنوع كلنا عارفين في ظل التنوع يعني. كان الأولى بأنه الآلة دي تأخذ الحيز بتاعها، تأخذ مساحتها، تأخذ مساحتها بدون خلط الآلات الأخرى على أساس أنه توضح التفاصيل. واحد. اثنين، نحن لاحظنا أو يعني من خلال التجارب العالمية والعالم الآخر، نحن ما برانا اللي عندنا تعدد سوداني، لكن يفترض الآلة دي عشان تكون عصرية هاي تحافظ على الخصوصية بتاعتها وتكون عصرية، أنا أضيف لها الآلات المستحدثة، لأن هي دي أبلغ يعني أو هي أقوى ده التوصيل، لكن تكون دي المرتكز. يعني الآلات المستحدثة دي يعني تطوع للآلة المعينة الشعبية دي كده، الموسيقى ما بتضيع يعني ما بين القديم والحديث. ما قلت دي الآلة السودانية دي بتكون محافظة على الخصوصية بتاعتها من ناحية مقامات، من ناحية أفكار نغمية وكده. الآلات المستحدثة تطوع للآلة دي مساعدة لها، وهي آي بتبدي محافظين على حافظوا على تراثهم من خلال آلاتهم المحلية، لكن أطروها بالآلات المعاصرة. كذلك الموسيقى الهندية، الموسيقى الصينية. فبالتالي مهم جدا عشان نحن نبرز الثقافة بتاعتنا الموسيقية الدمج والخلط ده والرجوع للوراء، إنه نقدمه كفولكلور. أنا أفتكر إنه دي بقت السودان لما نمشي للعالم الآخر كأننا في غابة يعني، وكأنه الليلة دي الفنانين السودانيين والموسيقيين السودانيين ما في أفكار جديدة، ما في إنتاج. دي واحد. اثنين، آلة البالمبو. آلة البالمبو يعني أنا بتكلم عن السودان الواحد من الناحية الثقافية. أيوه. كل الناس المغنيين باللهجات اللي هم محتاجين لها يغنوها تجيبهم، ما خلاص دي فرقة قومية. أيوه. بتبقى القضية. لكن اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل إنه فنان أو مغني واحد يغني ليه كم لغة. والكلام ده ما صح. وبتحصل كثير جدا من الاخطاء. وبتذكر في يوم من الايام وانا كنت يعني واحد من اعضاء فرقه النجوم البالمبو، وانا بحييهم من هنا، فكان بنغني في اغنيه من اغاني الشرك، بس بعد شويه انا ما متذكر هل في الحفل ذاته ولا بعد ذاك كان في اتصال، قاموا قالوا لنا جماعه انتوا في كلمه لو حاولت الفتحة للضمة بيتحول لعكسية طوالي. فدي بتقبل الخطورة هنا، إنه اللغة إضافة للهنك. نحن نتمنى إنه نعرض حاجاتنا كفنانين معاصرين. أيوة صح، الآلات الشعبية ولكن ما أرجع لورا، ما أجي عشان ألبس الفنانين ديل أحسن لبس، الفرقة تلبس أحسن لبس، لكن لما أجي أرجع جلاليب وبتاع يعني الكلام ده وما الفكرة في الجلاليب دي إنه كده ده سوداني ده فولكلور يعني. لا أيوة. لا ده فولكلور الذي في في في, في الاجتماعات يعني من حديثك ده هي شعرة رفيعة تحسها يعني، فرق ما بين إنك عايز توسغ في الكلور وتراث وبين إنك عايز تقدم غنى سوداني. أيوة. فالليلة دي أخطر حاجة إن أنا أجي أقدم، كل ما أجي في هنا عشان أجي أقدم غنى سوداني أقدم فولكلور يعني. فنحن صراحة نتمنى إنه الملاحظات دي هي ملاحظات يعني الواحد